أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية منها، ونبدأ بعد فاصل قصير. نبدأ من موقع كتابات البداية حول الذكرى 21 لغزو العراق من صحيفة الميثاق الوطني، ونقرأ منها مقالا للكاتب صباح الناصري بعنوان السنوية 21 لحرب الإرهاب على العراق. يقول الكاتب: نرجع خطوة قليلا إلى الوراء. في عام 1996 سمعنا النفاق السياسي التالي من أولبرايت: لقد سمعنا أن عدد الأطفال الذين ماتوا في العراق يفوق عددهم في هيروشيما اليابانية، هل الثمن يستحق ذلك؟ سؤال وجيه ردت عليه السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الأمريكية أولبرايت: أعتقد أنه خيار صعب للغاية، لكن الثمن، نعتقد أن الثمن يستحق ذلك. ويضيف الكاتب أن مسألة العقوبات الاقتصادية وغير الاقتصادية على العراق كانت تتحرك على نقطة التقاء المصالح الجغرافية السياسية والاقتصادية الدولية، وكانت هي المرحلة التمهيدية للحرب على العراق لتدميره ونزع السيادة عنه. حرب الإرهاب، أو ما تسمى بلاغياً الحرب على الإرهاب، ليست فقط مشروعاً لحرب مفتوحة للتدخل في شؤون المنطقة، وإنما أيضاً وقبل كل شيء هي نمط من الإرهاب الفكري الذي يعمق خنادق الكراهية ويجرم التواصل والاعتراف بالآخر، فاشية مشرعنة ديمقراطياً عوضاً عن المواطنة تم تقنين التهميش والإقصاء دستورياً ومؤسساتياً وسياسياً وأمنياً، مما أدى إلى تمزيق اللحمة الاجتماعية وفرض الزي الأسود الموحد على الاختلاف لضرب قوة الدولة في نقطة ارتكازها. التنوع الثقافي، العنصر التاريخي الموحد للمجتمع العراقي والمنبع الفكري لحضارات وادي الرافدين، عصابات ومافيات النهب والفساد والقتل المتحكمة بمفاصل الكيان وثروات الشعب، ليست فقط متواطئة في تدمير البلد وأهله، بل كانت أجندتهم منذ البداية مشروعاً للتدمير الهيكلي للدولة، وهي الفرصة الوحيدة للمجيء والبقاء في السلطة، فسلطتهم تتناقض وجودياً مع الدولة، ولا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال التدمير الدائم للدولة العراقية، ولذلك يتذرعون بكل الفظائع الطائفية والعرقية التي يخفون وراءها نواياهم الشريرة. من الذي باع الوطن؟ لكنني رأيت بأم عيني من دفع الثمن. ومن موقع العين الإخبارية نقرأ تقريرا بعنوان ثمن غال جدا بعد 21 عاما تماما من الغزو الأمريكي، العراق إلى أين؟ عام مرت على الغزو 21 عام بالأحرى مرة على الغزو الأمريكي الأممي للعراق، الحدث الأبرز الذي لم يسقط من ذاكرة المنطقة ولا من ذاكرة أي عراقي، فلا تزال تداعياته مستمرة، ودفع العراقيون الثمن الغالي وتحت شعارات إحلال الديمقراطية وإسقاط الدكتاتورية وبناء دولة جديدة. قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش تحالفه المضاد للعراق وغزا هذا البلد الواقع في قلب الشرق الأوسط عام 2003، لكن الذي حدث عكس عبارات واشنطن الوردية تماما. 21 عاما على الغزو الأمريكي للعراق، الصدمة التي تأبى النسيان، فإشكاليات الدولة العراقية منذ عام 2003 حسب مراقبين تهدد بنيتها وكينونتها نتيجة المد الطائفي وموجة الإرهاب والانقسامات السياسية التي أخذت بعدا دينيا جغرافيا له ارتدادات إقليمية. وفتح الغزو الأمريكي البريطاني أبواب العراق على مصراعيها أمام التدخلات الخارجية التي انعكست على الصراعات السياسية داخل البلاد، رغم المحاولات التي لا تتوقف من قبل البعض لتجاوز تلك الإشكاليات،
ذكرى أليمة. بتلك العبارة استهل السفير شريف شاهين سفير مصر الأسبق في العراق حديثه للعين الإخبارية، إذ قال إنه مع الغزو العراقي سقطت الهوية العراقية وأصبحت الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات الصعبة. وأضاف أن المحتل أتى بدستور فوقي كرس الطائفية السياسية. بدوره قال الدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية إن تداعيات الغزو مهدت لتفكيك الدولة والقوات المسلحة والمصانع وإهمال الزراعة واقتصاد الخدمات المتعلق بالمستشفيات والمدارس والبنية التحتية للطرق والجسور. من صحيفة الاندبندنت، أشار الكاتب رفيق خوري إلى احتلال وتدمير العراق من قبل الغرب في مقال بعنوان الربيع العربي ما قبل وما بعد. يقول فيه: أية حرية هذه في بلدان تتقاسمها الميليشيات المسلحة؟ ويضيف الكاتب أن العقد الأول من القرن 21 كان عقد التجارب الراديكالية لتغيير العالم التي دفع إليها المحافظون الجدد في ولاية الرئيس جورج بوش الابن. ومن هذه التجارب غزو أفغانستان لإخراج القاعدة وإنهاء حكم طالبان، وهو ما انتهى بعد 18 عاماً من الاحتلال الأمريكي إلى الانسحاب المذل وعودة طالبان لحكم الإمارة الإسلامية، وغزو العراق وإسقاط نظامه ودولته بحجة أن الرئيس صدام حسين دعم القاعدة ويملك أسلحة دمار شامل، وهو ما فتح السد أمام اندفاع النفوذ الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن، كما فشلت استراتيجية العمل للتغيير الديمقراطي بالقوة العسكرية الأمريكية ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير الجديد. وأول ناقدي الغزو من داخل أمريكا جاء من جورج كينام صاحب نظرية الاحتواء للاتحاد السوفيتي والمتخصص الاستراتيجي أنتوني كوردسمان. كينان قال إن التاريخ أظهر أنه بالرغم من أنك تبدأ حرباً وفي ذهنك أشياء محددة، فإنك تجد نفسك في النهاية تقاتل من أجل أشياء مختلفة لم تفكر فيها من قبل. وحتى لو كان صدام يملك أسلحة دمار شامل، فإن المسألة إقليمية وليست محل اهتمام أمريكا. وقد تأكد المحققون من أن العراق خال من أسلحة الدمار الشامل. وقال صدام للأمريكيين الذين حققوا معه في السجن إنه ادعى ملكية الأسلحة لضمان التوازن مع إيران. وعن فداحة الخطب وجسامة المصيبة في فلسطين المحتلة، نشرت صحيفة العربي الجديد تقريراً لها حول فتوى أصدرتها هيئة علماء المسلمين في العراق، إحدى أكبر الوجهات الدينية في البلاد، دعت فيها الفلسطينيين كافة في الداخل جميعاً إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك والاعتكاف فيه دفاعاً عنه. وجاء في فتوى صدرت عن لجنة الإفتاء في الهيئة: أهلنا وإخوتنا في الضفة الغربية وفلسطين في الداخل جميعاً، لا تخفى عليكم أيها المجاهدون الصابرون المكان العظيم للمسجد الأقصى المبارك في الإسلام، فهو أولى القبلتين ومسرى سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو أحد ثلاثة مساجد تشد إليها الرحال. وفي ضوء هذه النصوص الشريفة يعد الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك من أنواع العدوان عليه كلها وحمايته وصيانته فرضاً عينياً على كل مسلم في العالم. أكدت الفتوى أن صد العدوان الحاصل على المسجد الأقصى المبارك وشعب فلسطين وديارهم يعد من جهاد الدفع الواجب عينياً على المسلمين جميعاً. وأضافت الفتوى: تعد المرابطة في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه والاعتكاف فيه من وسائل الدفاع التي يمكن أن يقوم بها عموم شعب فلسطين في الداخل والضفة الغربية وفق تنظيم معين، وهي واجب شرعي وفرض عيني عليكم أولاً، لأنكم من شرفكم الله تعالى بجوار المسجد المبارك وما حوله.
واعتبر بيان هيئة علماء المسلمين أن هذه الفتوى لأهل الضفة الغربية ولفلسطيني الداخل خاصة، وتجب شرعا على جميع المسلمين سواء كانوا من الحكام أم من الشعوب نصرة المجاهدين في فلسطين وغزة. وكانت هيئة علماء المسلمين المظلة الجامعة لكبار علماء وفقهاء أهل العراق قد أصدرت فتوى سابقة في 8 من شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، دعت فيها المسلمين إلى هبة شاملة لنصرة الفلسطينيين في غزة وعدم تركهم بمفردهم، معتبرة أن ذلك سيكون المعيار الحقيقي للانتماء إلى أمة الجسد الواحد، وفي ضوئها يدون التاريخ شهادته. ومن موقع الجزيرة نت نقرأ مقالا للكاتب فهمي هويدي عن الذين يقارنون أجواء النكبة ومعركة طوفان الأقصى. يقول هويدي إن الذي حدث في 7 من أكتوبر تشرين الأول كانت له أصداؤه الجانبية المهمة في المجالين السياسي والعام التي يمكن احتسابها ضمن الأهداف المهمة التي حققتها المفاجأة الفلسطينية، وهي استعادة القضية الفلسطينية من غياهب النسيان والجب الذي كاد يطمس معالمها بمضي الوقت، وسقوط أسطورة القوة التي لا تقهر، وانكشاف الجرائم الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي وافتضاحها أمام محكمة العدل الدولية لأول مرة، التي وافقت على دعوى ضلوعها في جريمة كل الجرائم، وهي جريمة الإبادة التي قدمتها جنوب إفريقيا وتضامنت معها دول أخرى ليس من بينها دول عربية إطلاقا للأسف. في المقارنة بين نكبة 1948 وحرب غزة، ينبغي أن ننتبه إلى أن الأخيرة بصدد الدخول في شهرها السادس، ثم إن الذين يحذرون من نكبة جديدة يرجحون احتمالا له شواهده، في حين أن الحرب لا تزال مستمرة ولم تحسم بعد. ولا يفوتنا أن نسجل ملاحظة شكلية خلاصتها أن حرب 48 كانت بين جيوش 6 دول عربية: مصر، الأردن، العراق، سوريا، لبنان، السعودية، في مواجهة ميليشيات صهيونية: البلماخ، الأرمون، الهاغانا، شتيرن. أما الحرب الراهنة فهي بين المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حماس والجهاد الإسلامي، وإلى جانبها عناصر من القوى الوطنية الأخرى، وهذه المجموعات تخوض الحرب ضد جيش دولة إسرائيل المدعوم من الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، إضافة إلى بريطانيا وألمانيا، والتي تجاوز كثافة قصفها لغزة حربي أوكرانيا وسوريا بل والحرب العالمية الثانية. خلاصة ما سبق أن لدينا زاويتين للنظر فيما جرى، واحدة ترى الموت والخراب وتلوح بالنكبة، والثانية ترى الصمود والإنجاز وتلوح بالحلم والأمل. الأولى تغذي شعورنا بالبؤس والمظلومية والقهر، والثانية توقظ فينا الاعتزاز بالكرامة والحق في الانتماء إلى جنس البشر الذين ينعمون بالحرية والاستقلال. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء،
أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم في مأساة فلسطين. يهرع أطفال قطاع غزة منذ الصباح الباكر وهم يحملون زجاجاتهم الفارغة في رحلة البحث اليومية عن الماء الصالح للشرب، ويصطفون لساعات أمام الخزانات المتنقلة للجمعيات الخيرية، إذ إن فرص حصولهم على المياه محدودة بسبب الهجمات الإسرائيلية والحصار المحكم المفروض على قطاع غزة. أشار برنامج الأغذية العالمي إلى مجاعة وشيكة في شمال غزة، حيث يواجه 70% من الفلسطينيين جوعاً مأساوياً يرثى له، بالتزامن مع صدور أحدث نتائج تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي يصار من خلاله تقييم حجم أزمات الجوع في العالم بدعم مباشر من الأمم المتحدة. وأفاد برنامج الأغذية العالمي هذا أن انعدام الأمن الغذائي الحاد تجاوز عتبة المجاعة بدرجة كبيرة، علما أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يتجه بسرعة قصوى وقياسية نحو عتبة المجاعة الثانية. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. ما تصورت بيوم من الأيام أنه ممكن يحصل لي حدث غير حياتي. إذا بعرف نفسي من خلال جملة واحدة، بقول من لاعب كرة لشخص تدمرت حياته بسبب حادث سيارة إلى أسرع غواص في العالم. كنت لاعب كرة قدم في أحد الأندية في الكويت، رياضي من الدرجة الأولى. قبل 18 سنة تقريباً انقلبت فيني السيارة، حصل معاي كسر في العمود الفقري أدى لي شلل في الأطراف السفلية. تميت تقريباً أسبوع إلى 10 أيام في الإنعاش. بعد ما صحيت وعيت، أول سؤال سألته أنا رجلي وينها؟ كل لحظة حرمان عانيتها كانت تتربي داخلي وحش متعطش للانفجار بالإنجازات. كنت أدور رياضة تفرغ طاقة 11 لاعب كرة داخلي. بمجرد ما أني نطيت في البحر وصرت في الماي، كأن الطير هذا اللي داخل القفص والكيج انطلق، وحسيت بحريتي تحت الماي. كنت أحاول أثبت للناس أن الكرسي ما هو شيء للعطف، لا، الكرسي ممكن يكون كأنه غواصة تنقلني من إنجاز لإنجاز. ليش موسوعة جينيس؟ وليش دخلت في موسوعة جينيس في 3 أرقام قياسية للحين؟ فهذا التحدي اللي بوصله حق العالم، اللي هو الدمج، إن أنا ما في فرق بيني وبين الشخص اللي يمشي على رجله. رقمي في سنة 2018 كان أسرع غواص في العالم مسافة 10 كيلومتر في 5 ساعات و24 دقيقة. الرقم القياسي الثاني كان في سنة 2022 على مستوى ذوي الإعاقة، أسرع سباح سنوركل في العالم مسافة كيلو أقل من ساعة في المحيط الهندي في المالديفز. فكان الوضع جدا متعب أنك تسبح عكس التيار. الرقم القياسي الثالث كان في أكواريوم دبي مول، أسرع غوصة باستخدام الكرسي المتحرك مسافة 400 متر في 37 دقيقة، كأني ساحب ما يقارب 20 كيلو معاي وبوجود أكثر من 18 شارك. شفت نفسي ملهم لأشخاص وايد من ذوي إعاقة وغير ذوي إعاقة أن يحاولون يكسرون المستحيل وأنهم يصنعون أحلامهم بإيدهم. المصيبة تحصل لنا، حوالينها
كنز من الفرص، إذا استغليناها بالطريقة الصح حياتنا بتتغير بالطريقة الصح. إلى اللقاء.